يلقي حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة دولة الكويت أمام قادة دول العالم في قمة اللاجئين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الأمير العام للأمم المتحدة بان كي مون، يسرني في بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير جزيل الشكر والتقدير باراك أوباما صديق باراك أوباما المتحدة الأمريكية وأهل الدول الراعية على دعوتهم لعقد هذا الاجتماع، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت لإعداد له. يأتي انعقاد هذا الاجتماع الهام في بادرة كريمة تعكس اهتماما دوليا عاليا في التخفيف عن معاناة اللاجئين والنازحين في العالم بعد أن بلغ عددهم 65 مليون لاجئ حسب إحصائيات الأمم المتحدة. لا بد لنا هنا من الإشادة بالدول المضيفة للاجئين لاستضافتها أعداد كبيرة منهم وتحملها لصعوبات اقتصادية متزايدة، ومن جانب آخر فإن استمرار هذا الالتزامات من شأنه أن يضعف قدراتنا على الوفاء بدورنا الإنساني والتنموي. إننا ندرك أن الكارثة الإنسانية التي يعيشها عالمنا اليوم تتطلب أكبر جهود للمجتمع الدولي لمواجهتها بالعمل على إنهاء الصراعات ومظاهر القتل والدمار التي أصبحت ماثلة وعلى الدوام أمام أعيننا جميعا. لقد أدركت بلاد الكويت واجبها الإنساني في محيطها الإقليمي والدولي وسعت إلى تقديم